لينا قنو. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية، حالة الترقب لبيانات التضخم واضحة لدى أسواق العملات تحديدا، كيف يتأثر مؤشر الدولار في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حتى هذا الوقت من عمر الجلسة؟ أهلا بك. بالفعل هناك ترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي سيكون لها تأثير واضح على تحركات الأسواق، سواء مؤشرات الأسهم الأمريكية وأيضا تحركات الذهب والدولار. بالفعل راح يكون له تأثير ملموس على مؤشر الدولار الأمريكي، والتوقعات بتشير بارتفاع إلى 7.6% الأعلى منذ 40 عاما بالنسبة لبيانات التضخم الأمريكية. في حال جاءت ضمن التوقعات أو أعلى من التوقعات، سيكون هناك تحرك وقوة ودعم لمؤشر الدولار الأمريكي والتوقعات بتجديد السياسة النقدية. هلا التوقعات تشير بأن يكون هناك أول رفع لأسعار الفائدة في مارس، نحن نتحدث عن 25 نقطة أساس بنسبة 79%، تقريبا 21% أن يكون رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس. هلا التوقعات عم تشير عدد مرات رفع أسعار الفائدة هو 3 أو 4 مرات في هذا العام أن يكون رفع أسعار الفائدة. وهناك تصريحات من أعضاء الفدرالي الأمريكي سمعناها يوم أمس، بيتوقعوا أنه يكون رفع أسعار الفائدة ب3 أو 4 مرات، وأنه لا إحدى التصريحات عم تقول أنه لا شرط أنه يكون رفع أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس في أول رفع، ويجب مراقبة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وبيانات التضخم حتى نستطيع أن نعطي تعطي توجهات لرفع أسعار الفائدة. فبالتالي يعني غير ما تتوقعه الأسواق أن يكون هناك، كانت على الأسواق عم تتوقع أنه رفع 5 أو 6 مرات، الآن الحديث عن هناك يعني تهدئة أو ليونة في رفع أسعار الفائدة، نحن نتحدث عن 3 و4 مرات. فبالتالي لو جاءت البيانات التضخم أقل من التوقعات، سيكون هناك يعني يعني مؤشر الدولار بشكل عام سوف يعني ربما بعض الضغط، لكن بشكل عام هو على المدى المتوسط والطويل سوف يستفيد من قوة وتحرك الفدرالي الأمريكي نحو تجديد السياسة. نعم، إذا لينا، في ظل هذه التوقعات كيف يعني تصفين أداء اليورو الذي أيضا يتذبذب في ظل المعطيات التي يتأثر بها مؤشر الدولار، يعني خاصة في تسجيل معدلات تضخم مرتفعة في أوروبا منطقة اليورو تحديدا، كيف تصفين أداء اليورو خلال هذه الفترة؟ كيف يتفاعل مع هذه البيانات؟ نعم، بالفعل إذا تحدثنا عن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي عم يتحركان يعني هذا الأسبوع على تحركات في نطاقات محدودة بعد ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نتيجة تصريحات من البنك المركزي الأوروبي أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في نهاية العام والربع الأول من العام القادم. فبالتالي هذا دعم اليورو مقابل الدولار، وعدنا لنتداول ضمن نطاق المحدودة. لكن الآن نحن نتحدث عن مراقبة بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل لو كان لها جاءت أكبر من التوقعات، سيكون هناك ضغط على اليورو وانخفاضات على اليورو مقابل الدولار الأمريكي. في حال كانت ضمن يعني أقل من التوقعات، فسوف يدعم اليورو مقابل عملات أخرى. نحن نتحدث كما ذكرت اليورو عند أعلى مستويات قياسية منذ التعامل باليورو كعملة موحدة، نتحدث عن 5.1% من الارتفاعات في التضخم. فبالتالي هلا هناك إعادة تسعير لليورو مقابل العملات الأخرى في حال قرر البنك المركزي الأوروبي بيكون رفع لأسعار فائدة. نتحدث هذه، هل سيكون هناك يعني هل من الضروري بالفعل رفع أسعار الفائدة، وخاصة أن هناك توقعات من أعضاء من البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم يعني في نهاية العام. لكن حتى المستويات المستهدفة البنك المركزي الأوروبي 2%، نحن نتحدث عن 5%، فرفعة بسيطة من قبل البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يكبح ارتفاع التضخم الحاصل بالبنك الحاصل في منطقة اليورو، على عكس في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع التضخم بشكل كبير، ونحن نتحدث عن مستويات هي
أعلى من 7%. نعم لينا، يعني أيضا فيما يتعلق بالأسعار في آسيا تحديدا الين الياباني واليوان الصيني، التأثيرات نوعا ما كانت كبيرة في ظل هذه المعطيات التي تؤثر على الولايات المتحدة وعلى أوروبا، وتحديدا الين الياباني كملاذ آمن. يعني ما هي، أو نستطيع القول كيف يتعامل الين الياباني في ظل هذه المعطيات؟ نعم بالفعل، يعني يجب مراقبة اليوم الين الياباني، لأنه في ظل توقعات بارتفاع التضخم ربما سوف يحصل ضغط هابط على الين الياباني. نلاحظ اليوم الدولار مقابل الين على ارتفاعات تتحدث عن عم تداول تقريبا على 115، ممكن نشوف 116 للدولار مقابل الين، في ظل نحن نتحدث عن البنك الياباني المركزي ما زال في سياسته التسهيلية، وبخلال التضخم ما زال نحن نتحدث عن تضخم منخفض أو شبه معدوم 0.18%. واستمعنا أيضا تصريحات من بنك اليابان المركزي أنه هو مع السياسة التسهيلية وضد الإجراءات التشددية، ويجب أن لا يتبع ما يفعله الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمر مختلف. نحن نتحدث عن تضخم منخفض للغاية مقابل ارتفاعات في التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث أيضا يعني فبالتالي وأسعار فائدة سوف تبقى منخفضة نسبيا، فبالتالي فروقات تحركات البنوك المركزية حول رفع أسعار الفائدة سيبقي على الين الياباني بالضغط الهابط، ولا أستبعد بعض التذبذب هذا اليوم في انتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا. We'll be right back.